بتسلمها لنفس جماعتنا برا وبتجيب منه نوصل باستلام البضاعة وإشعار بتحويل المبلغ لإسمي بالبنك، وعمولتك والمصاريف بتحسبها من أصل الدين اللي عليك. أوكي فوفتي؟ أوكي لنا. يلا باي. لحظة لنا. تفضلي. ميرسي. تفضلي مدام لنا. ميرسي فوفتي. يلا باي. شرفتي، مع السلامة. باي. شو غرتي منها؟ أنا غار من هيك وحدة؟ بس أنا خايفة عليك منها ومو مطمنت لها أبدا. لا 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 تخافي بنوم، لا تخافي بنوم، لا أنا بنت كويسة كتير، وبكرة لما بتتعرفي عليها رح تحبيها كتير. بعدين وحدة مثل لانا مستحيل تلعب علي. على كل حال شكرا لك يا جمانة، شكرا لك. بعدين بعدين جمانة اسمعي، انا اليوم بعد الظهر مالي راجع، اذا في اي شيء ضروري انا بيت حماي. اوكي حاضر، يلا خاطرك، مع السلامه. اطفش الباب وفوت، مفتوح مفتوح. مرحبا ابو ليلى. اهلين وسهلين. خلي عنك، ليش هيك حامل ومحمل خير؟ شو في؟ خلي عني، غول عني. شو جاي؟ لا 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 خليك حامله، خليك حامله. شو جايب لنا؟ خيار تازة. يا سلام، لشو هدول؟ كل هالشي للجماعة، اليوم عندهم اجتماع مهم. اجتماع؟ اجتماع شو؟ ما بعرف، بس يلي بعرفه انه العيلة كلها بدها تجتمع اليوم هون، هيك بده ابو فوزي. الكل الكل؟ ايه الكل الكل، ابو خليل ومرته جديدة، وخليل ومرته سمارة، وعرفان ومرته نانا، وكوكب وجوزة فؤاد، بالاضافة لهدول السعادين اثنين وليد وصال. بس؟ ايه طبعا بس، ليش مين في بقيان غير اللي عديتهم؟ انا. انت؟ ايه انا. وليش عم تضحك؟ عم اضحك عليك لانك حاسب حالك واحد منهم. لك انا فعلا واحد منهم. شبنا؟ وشلون شلون بقى؟ لك كيف شلون؟ مو انا شريكهم النص بالنص. هلا وقت يصير الاجتماع رح تشوف كيف رح اكون معهم. احل عني يا، اكيد انت جنيت، قال واحد منهم قال. Thank you.
اسمع يا شاشو. لا صدقني لو انه دادي ماله عندي وضعيف وخايفة لينتكس لكنت اتصلت بالشرطة وخليتهم يجوا ياخدوك، لذلك يا بتقعد آدمي يا أما هالفيلا إلك. ورجيني عرضك تقفك. ما صار شي، أعطوني حقي بمشي وما بعود بفرجيكن وشي. لك لسه بيقلي حقي. أنت مالك حق عندي، مالك حق عندي، روح دور على حقك وخده. طبعا هذا إذا كان إلك حق. يعني شو؟ أنا كذاب؟ ما بعرف، لذلك يلا انقلع من خلقتي وروح لعند أبو حمدي، يا أما اطلع برات الفيلا. هذا آخر كلام عندك؟ ايه هذا آخر كلام عندي، ويلا روح مستعجلة بدي فوت شوف جماعتي. ايش علي؟ ما بكون ابن المرقداتي بيك إذا ما بخليك تندمي يا خانم. يا فوزية، انت بدك تخليني اندم؟ انت؟ اطلع لبرا، اطلع من وشي، اطلع. ايه انا رايح، شو علي؟ بس الايام بيناتنا. اروح، مو معروفة قرعت ابوك منين. ما جاوبتيني يا انسي جمانة، وينه فؤاد؟ راح لبيت حما. ما لنا شي سيدي. ماشي الحال، سكري المكتب وتفضلي معنا لو سمحتي. بس انا ما دخلني بشي، ما دخلني. بعدين بنعرف ان دخلك ولا ما دخلك. تفضلي معنا لو سمحتي. شو قلت يا صهرنا العزيز؟ إذا كوكب بدي ياني أنا كمان بدي إياها. ليش ساكتة يا بنتي؟ أحكي جدو أحكي. بدك ترجعي لبيتك ولجوزك وتعيشوا مع بعضكم البعض بالمعروف لما بدك تطلعي بإحسان وكل واحد يروح بحال سبيله؟ يا جدو ما بدي فؤاد، خلينا ننفصل عن بعض بإحسان مثل ما قلت وكل واحد يروح بحال سبيله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما بطلق، ما بطلق، ما بطلق. لا رح تطلق وتطلق وتطلق. ايش جاي؟ شو انا؟ ابو حمدي ايدي بصلنا لك يا ابو حمدي. ايش الشرطة؟ الشرطة لك شو في؟ يب ايوه تفضل سيدي. هو صاحب الفيلا؟ ايه دعم جوا. وصار فؤاد هون؟ كلنا جوا سيدي. خير بقى يا صهري، يا صهري الله يرضى عليك، اهله بقى خلصونا من هالمشاكل. ابو خليل، ابو خليل خير سيدي؟ شو في؟ ما في شيء. طمنونا شو في؟ ان شاء الله خير. لك شبك شو في؟ الشرطه عبت الفيلا. ابو خليل صون. هيا ابو خليل ليكو. خير شو في؟ سيد فؤاد شرف معنا.
الشخصية فيها نانا بسيطة. ليش شوفي؟ بالقسم تعرف كل شيء، شرف معنا. مدام نانا لو سمحتي شرفي معنا. أنا؟ في حدا غيرك اسمه نانا؟ لا. إذا تفضلي معنا. شرف تفضل. شرف تفضل يا سمو. حضور اي فؤاد وقع بشر اعماله بهيك حالة كوكب ممكن تتطلع بسهولة. وهي عرفان رجع على البيت، يعني مشاكله كلها انحلت. لا دادي، عفوا، لا يا بي، مشاكلي ما انحلت كلها. أنا على ضرة ما بعود. طلقني. بابا الله يخليك لا تقولها. سد بوزك، أنت ما دخلك. عم قلك طلقني. فوزية انت طارق. سمار اشتقت لأمك ومن ضب الشمس. بيظهر اني رجعت على بيت ما عاد بيتي. انا سابق جدي. شاشو أنا رح أبدأ من الصفر، تبدأ معي يا شريك النص بالنص. هذا اللي عم فكر فيه يا شريك. إيدي وإيدك نص بالنص. تفضل بابا. لا تركنا وتروح. وحياتكم ما رح أترككم ولا لحظة. يلا بابا يلا يلا حبيبي. بسطي بسطي خلي جدك القنصلات وهذا ينفعك يا أبي.
بحكي لك شو صار. يا سيدي كنت عند شيرين خانو. نعم. ونحن قاعدين بالصالون وعم نحكي اوكي وييس ونيفر وكذا، شفت صوره كثير حلوه لواحد هيك مثل الملوك حاطط طربوش احمر وقدامه في واحد لابس هيك شيء موشه بالذهب هيك طويل وعامل هيك. قلت لها مين هذا شيرين خانم؟ قالت لي هذا ابو دادي كان قنصلاته للسلطان عبد الحميد. ايوه. قمت انا غرت كثير قلت كتير يا دادي. قلت لها ايه وانا كمان ابو دادي كان قنصلاته السلطان عبد الحميد، بس الصورة تبعنا ضاعت لما نقلنا من بيتنا العربي اللي قدام قصر العظم وانتقلنا لبيتنا العربي تانية اللي قدام مكتب عنبر. شو بدي اعمل؟ لازم يكون في عندي جد قنصلاته للسلطان عبد الحميد. وقلت لها دادي في عنده شجرة العيلة لساته محتفظ فيها. ماتت. وقلت له انا ابي عبد القادر بيك. والله يا دادي بتسوى 100,000.